السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام في كل مكان، وتفاصيل جديدة بسبب أزمة أفشة، وإن أفشة بسبب التصريحات اللي عملها ففي غضب شديد جدا داخل النادي الأهلي، وده أثار غضب كبير لدى كولر، وبالتالي خرج اللاعب من حساباته الفنية، واللاعب حتى الآن لم يشارك في التدريبات الجماعية بل بيشارك في تدريبات منفردا، سواء في الجيم او في تدريبات بدنية بيشارك منفردا، واللاعب هيعاني كتير جدا خلال الفترة القادمة مع كولر بالذات، لان كولر غاضب جدا من التصريحات اللي عملت ضجة كبيرة جدا على السوشيال ميديا وعلى وداخل جدران القلعة الحمراء. وفي نفس الوقت خالد بيبو فرض غرامة، وفي مصادر بتقول ان الغرامة ما يقرب من 1,000,000 جنيه، لكن بشكل رسمي لم يعلن على الغرامة حتى الآن، ولكن اللاعب بشكل تدريجي هيشارك في التدريبات الجماعية علشان ينال ثقة كولر، ولكن انا عايز اقول لكم ان مش هيقدر ينال ثقة كولر بسهولة خلال الفترة القادمة بالذات بسبب ما حدث. برضو كابتن احمد شوبير بيقول ان افشة لم يحضر حفل مشروع القرن ولم يشارك في المران الجماعي بسبب الازمة دي، برضو افشة زعلان شوية فما حضرش اللي هو حفل مشروع القرن، ولحد دلوقتي لم يشارك في المران الجماعي. اللاعب هيحاول يلتزم خلال الفترة اللي جاية في التدريبات سواء منفردا أو في التدريبات الجماعية لما ينضم إن شاء الله، علشان يقدر ينال ثقة كولر بسرعة، لأن كولر غاضب وهيبعده فترة كبيرة جدا عن المباراة خلال الفترة القادمة، فعلى اللاعب إنه يصبر علشان يقدر ينال ثقة كولر. ما خلصت الحكاية؟ لا، لازم بقى ناس يقول لك والصفقة، صفقة إيه؟ هو أنا قلت لك القصة هتنتهي بغرامة واعتذار من دي ون، وقلنا للي هنا واللي هنا، وفعلا الغرامة اتوقعت والاعتذار اتعمل والراجل اتمرن امبارح، نقفل بقى ملف. واحنا يعني ليه هنفضل نزن على موضوع خلص. الطريف بقى والجميل انه تاني راجعين انا وانت تاني للنار للعذاب. دي اغنيه جميله جدا لعبد الحليم حافظ اسمها موعود، من كلمات محمد حمزه والحان بليغ حمدي، من الاغنيات الجميله جدا يعني. تاني يا عم انت هتغني، ما تقول لنا انت عايز تقول ايه. راجعين للشيب تاني والشحات، ما هغنيها والله، اعملها موال بقى يعني مواويل، ويطلع محامي تاني امبارح يقول لك وسنستأنف وسنحبس الشحات تاني. طب استأنف، هات له مؤبد يا عم، او اقول لك هات له اعدام. لا، استحق الاعدام، عقوبة الاعدام شنقا او رميا بالرصاص يعني، عشان نيح ترتاح يعني. خلاص استأنف واعمل اللي انت عايزه، امر عجيب جدا. ودخلونا بقى يا عيني المواقع في المغرب، وهنا تيجي المواقع في مصر كمان شغلانة يعني. 100,000 هو عايز زودها، لكن هو خلاص انا مع ايقاف التنفيذ، قالك لا انا هشيل ايقاف التنفيذ. ماشي خلاص، يمكن في قانون جديد واحنا مش عارفين. انا برضو انا الموضوع ده اصله بالنسبه لي سخيف جدا وتطويله اسخف، وانا ما بجيش ناحيته، فالله يخليكم مش كل واحد عشان اسمه يتكتب وعشان خلاص يعني. السادة الأفاضل المحامين أرجوكوا كفاية، اللي عايز ياخد إجراء ياخد إجراء، بس كده كتير أوي يا جماعة. إحنا بقالنا قد إيه بنتكلم في الشحات والشيبي؟ إنف، كتير زيادة والله العظيم. ثلاثة ما حلو، وشكلنا وحش بره والناس بتضحك علينا يعني، كتير أوي 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 أوي، لا لصالح الكرة المصرية ولا لصالح الناس اللي بتتكلم ولا حاجة من دي خالص يعني. تاني حد تاني امبارح قال لك مش عارف شيكابالا واللعيبة في أوضة اللبس بيكرهوه واللعيبة، يا عم مين قال لك؟ مين قال لك؟ ليه؟ ما الراجل ما ماشي زي الفل واللعيبة بتحبه وبيطلع يتكلم والجمهور حبه. أنت يا سيدي أنت مش حبه، أنت حر ما تحبوش، جمهور بيحبه. أنا عايز أفهم،
جمهور الزمالك بيحب شيكابالا. حد تاني زعلان لي انت هو انت فكرك يعني انا بلاش انا عندي ابني فالطبيعي ان احب ابني ولا انا غلطان؟ انا هقول لكم موقف غريب او اول مره احكي لك بعد شويه يعني يا رب بس احكي ابني فانا يعني هكره ابني ولا اعمل ايه يعني؟ انا بحبه وبدافع عنه وحتى لو غلط باخده كده في حضني، حتى في مثل لك ادعي على ابني واكره اللي يقول امين، فبحبه ولازم ادافع عنه ولازم حضني وطبطب عليه وهكذا يعني. دول النجوم بالنسبه للجماهير يعني. انا عجبني انتفاضه عدد من الجمهور دفاعا عن قفشه في النادي الاهلي، هم مش ناسيين له. انا قلت الكلمه، طلعت قلت كلمه، قلت لو لم يفعل قفشه في تاريخه شيء غير انه سجل الهدف بتاع نهائي القرن في افريقيا هذا يكفي عند جمهور النادي الاهلي، وده حقيقي، وده حقيقي على فكره اللي انا قلته ده حقيقي بنسبه 1000%. فبالك بقى قفشه واهدافه ومساهماته العظيمه، الجمهور يزعل منه شويه لكن ادعي على ابني واكره اللي يقول امين. نفس الامر بالنسبه لشيكابالا. انت حضرتك ايه اللي مزعلك ان جمهور الزمالك بيحب شيكابالا؟ وانت فكرك بقى لما تقعد تعمل حملات وبتاع جمهور الزمالك بيكره شيكابالا هيزيد حبه اكتر. طب هنلعب ازاي؟ يعني الكابتن حسام حسن داخل المباراه دي ازاي؟ اقول لك انا داخل المباراه دي ازاي؟ داخل ضاغط 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 من البدايه. طب يا كابتن ما يفضل ضاغط لحد ما يجيب جول، مفيش كده في الكوره في العالم يعني. ما هو انت لك يعني حد او لك حدود بتلعب فيها يعني. شوف الدنيا شكلها ايه وربنا يعني سهل المباريات دي يا جماعه، بتاعت فرص قليله يعني. فاكرين ماتش الاهلي والترجي في نهائي افريقيا؟ قلت لكم انه الاهلي عليه انه يضغط مبكرا يسجل مبكرا هيفرق الهدف. الزمالك في الكونفدراليه يضغط مبكرا يسجل مبكرا هيفرق الهدف. كانت النتيجه ان الاهلي والزمالك فازوا بدوري الابطال والكونفدراليه بسبب ده، ويعني ما ضيعوش جوان كتير يعني. صحيح في فرص ضاعت بس مش كتير، لكن كان الجميل انهم كانوا مأمنين دفاعين بشكل جيد. يبقى الاساس عندك نمره واحد لا تهتز شباكك، ده اساسي. نمرة اتنين تحاول تسجل هدف مبكر. طيب للجمهور بقى، طب قدر ما جبناش جون مبكر ماشي عادي، الجون بيجي في الدقيقة الأخيرة يعني، فما يعني ما تستعجلش وما تقلقش وما تخافش وما تبقاش متكهرب، لا خلي الدنيا ماشية كويس معاك يعني، وهتلاقي الأمور ماشية مع نفسها يعني. حسام حسن عليه بالهدوء، مش الهدوء في إدارة المباراة، لازم بطريقته و لكن الهدوء